تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا تليفونيا من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئه بمناسبه ذكرى حرب اكتوبر المجيده. واعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفته الكريمه من الرئيس التونسي متمنيا لتونس الشقيقه حكومه وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار. من جانبه اكد الرئيس التونسي ان ملحمه العبور تمثل صفحه مشرقه من التضحيه والنضال من اجل الدفاع عن الارض وعن قيم الحريه والكرامه. وهي الذكرى التي ستظل راسخه في عقول وقلوب شعوب الامه العربيه